ننقذ المريض الاول بالزبط. وبعدين نتحاسب بالظبط كده. ده اللي انا بتعمل كده، ده اللي انا اتبعته. والشباب خلاص بقوا عارفين كده، نظام النظام كده، ابدا خلص وبعد كده نتكلم بقى تامين هيدفع صالحه مش صالحه، مين هيدفع. والحقيقه ده ما جاش من فراغ، ده جه من قياده سياسيه بتدعم وحاطه على اولوياتها الصحه كاولويه اولى. فخامه الرئيس يتبنى هذا الاتجاه بقوه وحط الصحه على اولويات ولايته الثانيه. ايضا وزيره نشطه جدا بتزيل كل المعوقات. الحقيقه دكتوره هاله زايد ما بتتاخرش عن معهد القلب في حاجه. بصراحه مخازن الوزاره مفتوحه لمعهد القلب لحل مشكلات قلب المصريين، وعلى تواصل دائم معايا من خلال المتحدث الرسمي للوزاره دكتور خالد مجاد، وكان لسه بيكلمني قبل ما نطلع على الهواء. الحقيقه في يعني باك اب او دعم غير واضح لمعهد القلب. انا باين في الصوره لكن ورايا ناس كتير بيدعموني ووصلوا معهد القلب، دعم غير مسبوق يعني، غير مسبوق غير مسبوق، واتجاه عام وروح غير مسبوقه. الحمد لله. يعني انا لو حضرتك قلت لي الناس عند حاجه بيخدموا حضرتك، لو قلت لي لو كنت جيت الاسبوع اللي فات يوم الجمعه، يوم الجمعه وهتلاقي المدرج بتاع القاعة الكبرى بتاع معهد القلب اللي هو مسمينه باسم الدكتور حسون السبع مؤسس معهد القلب، يعني الله يرحمه، ده أسس معهد القلب سنة 64، حط حجر الأساس وافتتح سنة 66. ولما جالي اتنين من الأساتذة في الطب السعوديين حبوا يتصوروا جنب الحجر التذكاري، قالوا في هذا الوقت في الستينيات لسه ما كانش فيه كليات طب وما كانش فيه دكتور، كان في مصر معهد لجراحات القلب. يا لعراقة مصر، فبلد عريقة ومعهد عريق ينبض من جديد بروح مختلفة ملوها العطاء. عايزين نعمل حاجة للبلد فعلا. يعني أنا يمكن بيقولوا لي أنت عملت تغيير، قلت لهم التغيير اللي أنا عملته في الروح. أنا راهنت على الإنسان. يعني من قبل كان يراهنون على البنيان، قاموا بمجهود كبير جدا أسمنه كل القيادات السابقة في ترميم البنيان. والحقيقة البنيان ده تكلف كتير جدا، وكان من حسن حظنا إن كان برضو دكتورة هالة زايد كانت هي ساعتها اللي ماسكة ملف تطوير المعهد. الحقيقة انضخ كمية فلوس يعني تساوي دلوقتي حوالي مليار جنيه، أساطر وتوضيب لكل شيء فيه. كان ناقص بقى التشغيل. أنا جيت، أنا بعتبر نفسي العميد المحظوظ، جيت عشان السوفت وير، أغير السوفت وير. القوائم الانتظار الـ5000 اللي جم وعالجناهم وعملنا لهم جراحات،